من الكوفي ورايحين بكملك من الفلوق وبعدها بنروح الاستديو نسجل. صح؟ يا إيه لك وما ضبطوا من بعد كذا. أم لا يقول البطاطس يخرب الصوت. أما لا عاد ياكل بطاطس. يلا كلوا بالعافيه. ودحين إحنا وصلنا الاستديو حنسجل. حنسجل. وطبعاً ما نبغى نقول لكم إيش حنسجل. ترقبوا يعني. أيوة فيلا تعالوا. دائما كانت ريم تذكرني كل ما اجي انسى. ايش الفرق؟ لان هذا ما عمرنا طلعنا فيه. الا عادي كل نفسه. يلا طيب. انا تخاف. قول يلا خلينا نصور كذا بسرعه. قبل دائما نصور فيها. اخ قلبي. شعري من اجلس يلا تصور. بعدين احنا وصلنا نورا ريما احنا ما شدونا اجن مو مره مو احنا يما. طب صبر وقف. ايش رايك قبل بنتج تقولها عشان اعرف عشان انا من يعني هي ما قالت اني نرفع اصواتنا اني انا اللي فنان دوبه غنته هذا صريخ مره زياده. طيب مسيراتي فن بروحي اغني بكل مهاره انا غني انا غني عشت مسيراتي فني بروحي اغني. خلصنا الفلو اول شيء افتحي الباب عشان اقول لك. يلا اطلع يلا نور اطلع.